السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الفيديو دوت لحضراتكم، بس مش هيترفع على اليوتيوب لأن ده مشروع حقيقي وبحث علمي وكده، فمفروض إن هو ما يبقاش لأي صور أو ليه أي فيديوهات إلا بعد ما يتوافق عليه كل حاجة. تمام. طيب دلوقتي أول مجال الملف هو كان على 2018. في 2017 كان في اختلاف بسيط، هنقوله دلوقتي. في الأناليسيز كان في الأنرجي أناليسيز ريزولت اند كومبير، كان بيجيب لي نتيجه الاثنين ويقارن بينهم. تمام. الزرار دوت مش هتلاقيه موجود في ريفيت 2018، هتلاقي بداله، يعني هما كل شويه بيعدلوا شويه، انسايت. تمام. فالانسايت بينقسم لهيتنج كولينج ولايتنج وسرعه. مش هتلاقي الزرار اللي هو بتاع كومبير، وهو صراحه كان سهل جدا. في حاجات كتيره كانت جميله جدا وتوديسك لغتها، زي الشغل على الفزاري، يعني يا ريت كانوا خلوا في الفريق يطور فيه ويكملوا او يخلوه يكمل شغل ليكوتكت. طيب خلاص، خلينا نخش نبدا في المشروع. طيب اول حاجه انا محتاجها عشان ابدا شغل، اجي هنا احدد اللوكيشن بتاعي، لان النتيجه تختلف تماما لو انا في مصر او في السعوديه او في اوروبا. فباجي هنا بكتب كايرو ايجيبت، وعندي اختيارين. ديفولت سيتي بيبدا يجيب لي قوائم المدن، او بقول له انا عايز الانترنت مابينج، فبيجيب لي حاجه زي جوجل ايرث كده، اقدر اعمل اكتب المكان اللي انا عايزه. طيب بعد كده هنيجي نقول له ممكن عايزين نشوف الاعدادات بتاعه الطاقه. طيب الاعدادات بتاعه الطاقه ممكن نجيبها من هنا، وممكن نجيبها من كلاينت مانج، بلاقي بروجكت انفورميشن، فبنكتب اسم المشروع. طبعا دي كلها كلام ملوش اي لازمه خالص. اللي ليه لازمه بالنسبه لي انرجي سيتنج، بدخل هنا بيقول لي انت عايز تعمل انرجي لايه بالظبط، للبرامج بتاعت المبنى، الحوائط والابواب والشبابيك والحاجات ديت، ولا عايز تعمل للماس. ممكن يكون انت لسه بتبتدي ومش راسم حاجه غير الماس، وعايز تعمل تحليل وتعمل كذا ماسنج مقارن بينهم، او تقول له استخدم الاثنين زي ما انت عايز. طيب الجراوند بلان ان ليفل فيهم هاز ليفل 1 2 3، ممكن واحد واثنين دول بيزمنت وثلاثة هو جراوند، فبيقول لي عايز تحسب من انهي واحد فيهم. خلاص هحسب من بيزمنت. البروجكت فيس ممكن يكون عندي كذا فيس، ويكون كل شغل على فيس تانية، والاقي ان الشغل بتاعي ضاع، فلازم احدد انهي فيس اللي انا هشتغل عليها. الاناتك سبيس وسيرفيس وزون ديبس تبدا تختارهم، وبعد كده هقول له اديت، بيقول لي الجرازنج كام في المية، السكواير لايت كام في المية، البيلدنج تايب اختلف طبعا. لو انت مثلا حددته باركنج جراج او حددته بوست اوفيس، الاعداد بتختلف تماما، لان هو هنا مرتبط بالاعداد بتاعت القشري. تمام. طيب الاتش باك سيستم هتشتغل بأني نظام، البيلدنج اوبريشن سكادول اهوت، بتشتغل كام يوم في الاسبوع وكام ساعه في اليوم، يعني هنا 24 ساعه في 7 ايام، هنا في عندي يوم اوف، في وين اوف، بتشتغل نص اليوم. طيب الاكسبورت كاتيجوري هتصدر بالروم ولا بالسبيس؟ السبيس بيدخل معلومات اكثر، الروم بيدخل بس طول العرض والارتفاع، انما السبيس بيدخل لي انفورميشن اكتر خاصه بالتكييف وخاصه بالكهرباء. كونسبشوال تايب، انت مثلا الحوائط الخارجيه عباره عن ايه، الحوائط الداخليه، الروف، الفلور، السلاب، الجرازنج، السكاي لايت، شيد، الاوبننج. اقول له اوكي. الاسكيماتيك تايب بيلدينج، لما تيجي هنا بتلاقي تقدر تعمل مجموعه جديده وتقول له ان الروف مثلا هتبقى مثلا البي تي يو بتاعها هيبقى قد ايه، اليو فاليو بتاعها قد ايه، وهكذا تقدر تختار القيم اللي انت عايزها. طيب في حاجه برضه لازم نعملها، وهي ان انا باجي على انالايز واقول له انا عايز اعمل سبيس. سبيس يعني في الليفل دوت، السبيس دي زي الروم بس بيبقى فيها معلومات اكتر. انا عملت السبيس بتاعت كل الغرف. تمام. طيب يعني فرض ان هي مش موجوده او في اي غرفه زياده، بس للتوضيح هي مثلا زي ديت، عايزين نضيف سبيس، بقول له اناليسيز، بقول له سبيس، وبروح حاطط السبيس بالشكل ده. لما باجي اعمل سيلكت السبيس وبدخل هنا في الخصائص، بلاقي ان هو بيديني خصائص كتيره جدا للغرفه ديت، زي اللايتنج بتاعتها بالتفصيل، الدايمنشن، ميكانيكال فلو، الانرجي اناليسيس. تمام. تبدا بقى تشوف ايه الاعداد بتاعتها، زي مثلا سبيس تايب، البيلدنج هتقدر تعمل واحده جديده او تختار من اللي موجودين هنا دول.
حسب نوع النشاط اللي موجود، هو اوتوماتيك بيغير لك كل القيم اللي مرتبطه بيها، الاشخاص الموجودين هتحسبها باني حاجه، ممكن تقول له سبسبايد وتقول له مثلا عدد الاشخاص اللي موجودين في المكان، او تقول له عدد الاشخاص الموجودين في الاريا، يعني شخص مثلا لكل 2 متر مثلا وهكذا. طيب خلينا نمسح ديت. فمهم جدا ان احنا نعمل موضوع السبيس. طيب ممكن برضو نعمل زون. الزون عباره عن ايه؟ ان انا بجمع سبيس مع بعض، بقول له انا عايز اعمل زون. طيب هو حطها بالشكل ده، اقول له في في عايز نشوف الزون، في في هتلاقيها اتش باك زون. تمام يا متعلم عليها صح، هي ديت. طيب ممكن نقول له اديت زون وتقول له اد سبيس وتبدا تضيف السبيس اللي انت عايزها، بحيث في الاعدادات انت بتشوف طبعا الزونات اللي مرتبطه ببعض، مثلا الزونه دي والزونه دي كلهم بياخدوا من نفس المكنه او بنفس الاعدادات او كده. طب انا عندي الحته دي هو مش معتبرها سبيس، طب ازاي اخليها اعتبرها سبيس؟ اجي هنا سبيس اوبريتور واروح اعمل من هنا لهنا كده بالشكل ده. طيب كده انت عملت الاعدادات اللي لو صدرتها لاي برنامج يبدا يجيب لك القيم اللي انت محتاجها. تمام، يعني كده خلاص انت عرفته على السبيس وعرفته على الزون وعرفت الاعدادات والحاجات دي كلها. لو صدرت للجي بي اكس ام ال اللي هو ده، طب هو مش ظاهر، خلينا نشوف ال 3 دي هيتفعلت معايا. المفروض تتفعل في كل حاجه، يعني غلطه من عندهم لان التصدير بيحصل للمبنى كله. لو صدرت للجي بي اكس ام ال اي برنامج من برامج التحليل بيبدا يشوفه، بيديني اختيارين، يا اما تصدر انرجي سيتنج شوف الاعدادات ديت، او انا عايز اتصدر لي القيم بتاعت الروم والسبيس. شوف ديت بيصدر لك ملف اي برنامج زي ديزاين بيلدر يقبل المعلومات دي ويشتغل بيها عادي. طيب ممكن اقول له هيتنج اند كولنج لود، هو بقى بيبدا يعمل الحسابات بتاعته للمشروع ككل، والديتيل هنا بيبدا يعمل للزونات والسبيس الموجوده، كل زونه جوه السبيس بتاعها كل واحده ممكن تتعلم عليها تبدا تشوف الحصص بتاعتها. طيب هتقول له كالكوليت، خلي بالك هنا بيقول نوع الاوفيس، المكان فين، الليفل، هنا الريبورت تايب سيمبل ولا ستاندرد ولا ديتيلز. سيمبل يعني هيعمل لك تقرير بسيط جدا، بس هو حتى تقرير بسيط فيه المعلومات اللي احنا محتاجينها وزياده. طيب بعد كده ممكن تستخدم في موقعين على النت بياخدوا منك المعلومات، بيبقى ليهم زي ادنس على الريفت موجودين هنا في اناليسيز، اللي هو الانسايت بيبدا يرفع القيم ويبدا يقارن بينهم، والصراحه الاداء بتاعه عالي جدا، او الجرين بيلدينج من برضو القيم كويسه جدا، يبدا ياخد ويبدا يقارن لي لو انا غيرت الماتيريال في واحد فيهم للاخر النتيجه تبقى عامله ازاي. تمام، ده من الحاجات اللي هي الظريفه او اللي هو الانسايت والجرين بيلدينج، وانا بعت لحضراتكم الرابط بتاعه ان شاء الله.